دخل محمد صبحي حارس مرمى الزمالك حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول ضمن 4 حراس استقر عليهم الجهاز في المعسكر المقبل الذي ينطلق بعد أيام قليلة لمباراة ملاوي في تصفيات أفريقيا. وقدم محمد صبحي مستويات مميزة مع الزمالك في الفترة الأخيرة بعدما قرر البرتغالي فيريرا الاعتماد عليه في حراسة مرمى الفريق الأبيض بدلا من عواد في أكثر من مناسبة ليدخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر. واقترب موعد انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني الأول استعدادا لمباراة ملاوي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوتوفوار في يناير 2024. ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب ملاوي يوم 24 مارس في الساعة 9 مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب ملاوي الساعة 3 عصرا يوم 28 مارس موعدا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة لتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بكوتوفوار.